السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد، ومعانا ومعاكم مفاجأة جميلة جدا من العيار التقيل. معانا قناة بيت الواحة من أكبر القنوات على منصة اليوتيوب. النهاردة معانا قناة بيت الواحة، أنا شخصيا بتعلم منها كل ما يخص الحمام. بسم الله ما شاء الله، هي قناة متنوعة ولكن متخصصة في علاج الحمام. بتعلم منها وبسألها وبستفسر منها على علاجات الحمام، ما بتتأخرش عني، إنسانة على خلق، إنسانة محترمة جدا. النهاردة يا جماعة هنشوف النهاردة بيت الواحة محضرنا مفاجأة إيه وهتتكلم عن إيه. وإن شاء الله يا جماعة هسيب لكم، هي قناتها جميلة جدا وهتعجبكم، وهسيب لكم القناة بتاعتها اللينك بتاعها إن شاء الله في أول تعليق مثبت. إن شاء الله روحوا لها وهتستفيدوا منها كتير جدا، وقولوا لها بس إن أنتم من طرف أخوكم مشعل. إن شاء الله خليكم معانا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. فيديو جديد من عند الحمام، قولوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والنهاردة إن شاء الله جايبة لكم مكون مهم جدا جدا، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. قبل ما نعرف ايه هو المكون ده وهنستفاد بيه ازاي للحمام، او الحمام هيستفاد منه ازاي وطريقته والكلام ده كله، في الاول بس كنت من فترة كده وعدتكم ان انا هعمل لكم مفاجأة في القناة ان شاء الله، يعني مفاجأة متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا، لان فعلا مفاجأة من العيار الثقيل. طبعا وعدتكم وها انا زاه قد وفيت بوعدي لما الظروف سمحت لي. معلش كنت مشغوله طبعا الفتره اللي فاتت زي ما انتم عارفين اللي انا كنت مشغوله فيه. فان شاء الله النهارده عامله لكم مفاجاه جامده جدا. ايه هي المفاجاه دي؟ النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي بالتعاون مع قناه جميله جدا جدا. القناه دي يا جماعه عباره عن منوعات، بس اكتر محتواها عن الحمام وعن تربيه الحمام، وبسم الله ما شاء الله، يعني بجد انا عن نفسي اتعلمت منه كتير جدا جدا. القناه دي يا جماعه اسمها قناه مشعل المتنوعه، من اجمل القنوات فعلا، من اكتر الشخصيات المحترمه بجد اللي قابلناها على اليوتيوب، واللي مش بيبخل على اي حد بمعلومه، وشاطر جدا بسم الله ما شاء الله في المجال بتاع الحمام وفي تربية الحمام وفي أي حاجة تخص الحمام وعلاجات الحمام والكلام ده كله. أتمنى بجد تزوروا قناته وتشتركوا عنده وتقولوا له احنا جايين من طرف بيت الواحة. أكيد طبعا كلكم متحمسين تعرفوا إيه هو المكون ده، وتشوفوا برضو قناة الشيخ مشعل هيتكلم عن إيه النهاردة. أنا النهاردة أتكلم عن مكون مهم جدا جدا للحمام، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بفيديو جديد، وهنتكلم النهاردة عن حاجة جميلة جدا بتستخدمها ست البيت في البيت للأكل والشرب، وهنستخدمها النهاردة أيضا للحمام. زي ما عرفناكم وعلمناكم إن أي حاجة بتنفع للإنسان بيستخدمها للطيور عامة أو للحمام بصفة خاصة. هنستخدم النهاردة معنا ومعاكم الخل الأبيض اللي بنستخدمه على الأكل، هنستخدمه النهاردة للحمام. خليكم معنا ما تروحوش بعيد. زي ما قلنا يا جماعة نتكلم النهاردة عن فوائد الخل الأبيض الحمام. رقم واحد، هو بيساعد في تسهيل عملية الهضم عند الحمام، بس كده لا، وكمان بيستخدم كمساعد للجهاز الهضمي انه يشتغل بشكل طبيعي. طيب وايه تاني؟ وكمان بيساعد الجسم في امتصاص الحديد والكالسيوم والمعادن، وكمان يا جماعة بيساعد في قتل البكتيريا اللي موجودة في جسم الطائر والجراثيم والفطريات، ومش كده وبس. فبالتالي يا جماعة هيكون وقاية من أمراض الحمام. زي إيه؟ زي الكنكر والسلمونيلا والكوكسيديا، كل الأمراض بتاعت الحمام والأمراض المعوية. طيب وإيه كمان؟ وكمان يا جماعة التعفن اللي بيجي في الحوصلة بتاعت الطائر الأهالي وهي بتأكل الزغاليل، لو عندها أمراض الأمراض بينتقل طبيعي للزغاليل. طيب الحوصلة بتاعت الحمام الأهالي لو فيها تعفن، التعفن المعوي اللي بيجي في حوصلة الحمام ده يا جماعة بينتقل اوتوماتيك، بيروح للزغاليل. اي مرض بينتقل بيروح للزغاليل على طول. طيب وكمان بيستخدم الخل الابيض يا جماعة كوقاية للحمام من الامراض التنفسية زي الكحة والخنفرة والحشرجة وكل الامراض دي. وكمان الخل معقم معوي كويس جدا للحمام،
ومعقم للامعاء كمان، يعني بيطهر الامعاء الداخليه عند الحمام. طيب ينفع نستخدم الخل الابيض كمضاد للسموم؟ ينفع طبعا، وكمان بينشط الكبد ومنشط للكلى، وكمان غسول كلوي ممتاز جدا يا جماعه. وكمان الخل بيرفع جهاز المناعه عند الحمام زي ما قلنا ضد الامراض. لا مش كده وبس، وكمان الخل بيعقم وبيطهر المسائي والاكلات والعشوش عند الحمام. يعني يوم انت كده فاضي حضرتك، او حضرتك فاضيه في يوم بعد ما تنظف المكان كله عند الحمام، هتقوم مزود خل على بخاخه ميه وهتمسك المكان كله ترشه، وترش العشوش وترش المكان كله. مش كده وبس، ده انت ممكن تمسك بالخل والصابون تمسك الاكلات والمسائي تدعكهم وتنظفهم كويس جدا، وبكده انت تكون استخدمته كمعقم ومطهر للمسائي والاكلات والعشوش كمان. طيب مش كده وبس، لا وكمان بنستخدم الخل كمرطب، بيرطب على الحمام في الحر الشديد جدا، وممكن نشيل منه الحشرات بالخل. طب ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي وهقول لحضرتك ازاي. ممكن نستخدم الخل الابيض في الاستحمام، نحمي بيه الحمام. هنحمي بيه الحمام بايدينا؟ ممكن. او نسيب الحمام هو يستحمى ويشرب؟ ممكن. طب ازاي؟ هنحط على الميه خل ابيض، فبالتالي الحمام لما يجي يستحمى هيرطب على جسمه. مش كده وبس، لا وكمان هيطرد الحشرات اللي في جسم الطائر. ده ممتاز جدا يا جماعه الخل الابيض. ومش كده وبس، وكمان بيستخدم الخل الابيض في علاج الفطريات الجلديه. زي ايه اللي بتظهر في جسم الحمام؟ زي مرض الجدري، بيكوي. شايفين يعني ايه بيكوي؟ الجدري عند الحمام، وبيخلي الجدري يختفي من عند الحمام بسرعه يا جماعه. وكمان يا جماعه بيخلي الحمام يستحمل درجه الحراره العاليه جدا، ومهم جدا ان احنا نشربه للحمام على الميه في فتره الحر الشديد. ضروري يا جماعه، شيء ضروري مهم جدا، علشان الخل بينشط الدوره الدمويه عند الحمام، وطبعا ده كويس جدا علشان بيمنع التجلطات والسكتات الدماغيه عند الحمام في فتره الحر الشديد. وكمان الخل يا جماعه في الشتاء بيرفع المناعه في جسم الحمام، وبيعالج الامراض اللي بتظهر في الشتاء زي الامراض التنفسيه. مش كده وبس، لا وكمان الخل الابيض اللي بنستخدمه في الاكل حاجه بسيطه جدا من البيت، مهم جدا يا جماعه علشان بيقضي على الدهون. لو حد بيشتكي بيقول في عندي انتايه مش بتبيض، طبعا مليسه من ايه حضرتك؟ علشان حضرتك بتاكلها عيش وبتاكلها ذره صفرة كتير، فبالتالي عملت دهون، والدهون دي طبعا قفلت معاها على المبايض بتاعت النتايه، فبالتالي مش هتبيض. طيب وكمان الخل مهم جدا علشان بيقضي على الدهون اللي بتكون موجوده في جسم الحمام. علشان الناس اللي بتاكل الحمام عيش او علف او ذره صفرة، طبعا ده بيسبب دهون على جسم الطائر وفي جسم الطائر داخليا. وكمان يا جماعه بيخلي فيه دهون في جسم الحمام زي ما قلنا، وبيخلي دهون على الكبد والكلى، وفي دهون كمان بيخليها تملى القلب عند الحمام. وكمان يا جماعه بيخلي في دهون على المبايض زي ما قلنا عند النتايه، فبالتالي بتريح ما بتبيضش وتقلل عمليه الانتاج عند الحمام. فبالتالي يا جماعه اصبح الخل الابيض اللي بنستخدمه في الاكل بيقلل عمليه الكوليسترول في الدم، بيقلل الدهون اللي في جسم الطائر. طيب هنستخدمه ازاي وهنستخدم تركيز كام؟ طيب نقول وبالله التوفيق. هنستخدم يا جماعه الخل طبعا، من في منه في السوق خل تركيز 100% وتركيز 80% و70% و50%، وفي كمان تركيز 40% و30% و20%، وفي تركيز 10% وفي 5%. طيب هنستخدم ازاي وهنستخدم تركيز كام؟ هنستخدم الخل ال 5%، تركيز خل في 5% يا جماعه. طيب هنستخدمه ازاي؟ هنحط 20 سنتي من الخل ال 5% على لتر واحد. هنحط 20 سنتي، ركز معايا حضرتك علشان ما تحطش حاجه بزياده وتضر حمامك فبالتالي ترجع تشتكي. هنحط 20 سنتي فقط لا غير على لتر ميه واحد علشان نعالج كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا معاها دي. طيب هنحط 20 سنتي تاني بعيد اهو، 20 سنتي على كل لتر واحد من الميه للحمام لمده قد ايه؟ لمده 3 ايام. طيب هنعمل الكلام ده كم مره في الشهر؟ هنعمله مرتين اتنين في الشهر فقط لا غير. طيب نقطه مهمه جدا بلفت نظركم ليها، اللي هي ايه؟ وكمان يا جماعه بعد جرعه الخل اللي هي هنستخدمها 3 مرات في اليوم، 3 مرات في الشهر، هنستخدم بعد جرعه الخل هنستخدم الخميره البيره لمده 3 ايام. لازم نستخدم خميره بيره، تمام؟
هنشوف بقى مع بعضينا هنستخدم الخل ازاي وهنشوف كل حاجة على الطبيعة. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. هنا يا جماعة جبنا الخل الابيض اللي بنستخدمه للاكل، جبنا المسائي دي هتكون للحمام السايب، جبنا كوباية عشان نسحب نحط فيها الخل كده ونبدأ نسحب من الكوباية نفسها عشان ما نوسخش الخل كله ولا نعقره، تمام؟ طيب هنا السرنجة الكبيرة دي 60 سنتي، هنحسب الخزان الكبير اللي بيغذي المكان كله اوتوماتيك بيشيل كم لتر؟ بيشيل 50 لتر. طيب اللتر الواحد هنعوز له 20 سنتي، يعني احنا هنحط 100 لتر 100 سنتي تقريبا، تمام؟ وهنا المسقة دي نص لتر يبقى هتاخد 10 سنتي، وهنا 10 سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. فيديو جديد من عند الحمام، قولوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والنهاردة إن شاء الله جايبة لكم مكون مهم جدا جدا خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. قبل ما نعرف ايه هو المكون ده وهنستفاد بيه ازاي للحمام او الحمام هيستفاد منه ازاي وطريقته والكلام ده كله، في الاول بس كنت من فترة كده وعدتكم ان انا هعمل لكم مفاجأة في القناة ان شاء الله، يعني مفاجأة متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا لان فعلا مفاجأة من العيار الثقيل. طبعا وعدتكم وها انا زاه قد وفيت بوعدي لما الظروف سمحت لي. معلش كنت مشغوله طبعا الفتره اللي فاتت زي ما انتم عارفين اللي انا كنت مشغوله فيه. فان شاء الله النهارده عامله لكم مفاجاه جامده جدا. ايه هي المفاجاه دي؟ النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي بالتعاون مع قناه جميله جدا جدا. القناه دي يا جماعه عباره عن منوعات بس اكتر محتواها عن الحمام وعن تربيه الحمام، وبسم الله ما شاء الله يعني بجد انا عن نفسي اتعلمت منه كتير جدا جدا. القناه دي يا جماعه اسمها قناه مشعل المتنوعه، من اجمل القنوات فعلا، من اكتر الشخصيات المحترمه بجد اللي قابلناها على اليوتيوب واللي مش بيبخل على اي حد بمعلومه وشاطر جدا بسم الله ما شاء الله في المجال بتاع الحمام وفي تربية الحمام وفي اي حاجة تخص الحمام وعلاجات الحمام والكلام ده كله. اتمنى بجد تزوروا قناته وتشتركوا عنده وتقولوا له احنا جايين من طرف بيت الواحد. اكيد طبعا كلكم متحمسين تعرفوا ايه هو المكون ده وتشوفوا برضو قناة الشيخ مشعل هيتكلم عن ايه النهاردة. انا النهاردة اتكلم عن مكون مهم جدا جدا للحمام خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. المكون ده ايه يا جماعة؟ اهو هو ده المكون. المكون هو الخل الابيض. الخل الابيض، ايوة الخل الابيض بتاع الطبيخ اللي بنستخدمه في المطبخ وفي جميع اغراض المطبخ بمعنى اصح، بنستخدمه في حاجات كتير طبعا مش مجال الكلام ايه عليها. عايزاكم بس تركزوا في المكتوب على العبوة بتاعت الخل دي وتركزوا في التركيز بتاعه اللي هو 5%. ليه بقول لكم كده؟ عشان من هنا او من خلال التركيز بتاع العبوة دي هقول لكم على الجرعة بتاعت الخل اللي ما نتخطاهاش او ما نحطش اقل من الكمية اللي انا هقول لكم عليها. تابعوني بس في اخر الفيديو وهقول لكم على كل حاجة بالتفصيل. طيب هنتكلم عن الخل وعن الفوائد بتاعت الخل. احنا محتاجين ايه للحمام عندنا في الفترة اللي احنا فيها دي؟ الفترة طبعا اللي هي فرق الفصول، اللي هي طبعا بنلاقي شوية حر شوية برد، النهار ممكن بيبقى حر، بالليل بيبقى برد، يوم بيبقى حار، يوم بيبقى برد جدا. طيب محتاجين ايه بقى في الفتره دي؟ محتاجين مناعه قويه جدا، عايزين نقوي مناعه الطيور وخصوصا مناعه الحمام. طب هنقويها ازاي؟ من خلال جهاز المناعه. لازم نرفع مستوى جهاز المناعه او لازم نرفع كفاءه جهاز المناعه. الخل يا جماعه بينشط جهاز المناعه بشكل كويس جدا وبيرفع من قوه ومستوى المناعه بشكل عام. طيب رفعنا مناعه الحمام، اي حد بيربي حمام محتاج ايه؟ محتاج طبعا زغاليل قويه وزغاليل حجمها كويس. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ من التحويل الكويس، بمعنى تحويل الاكل للحم. يعني في ناس بتحط اكل وبيقولوا احنا بنحط اكل وبنحط كل حاجه انت بتعمليها واعشاب وخلطات والكلام ده كله ومش شايفين برده نتيجه، برده الزغاليل حجمها صغير او حجمها رفيع. ده يا جماعه سببه الجهاز الهضمي او المعده. دايما المعده بتبقى بيت الضيق، لو صلحت المعده صلح الجسم كله. يعني لو المعده كويسه والجهاز الهضمي كويس وبشغال بشكل كويس جدا، التحويل بتاع الاكل يعني تحويل الاكل للحم هيبقى كويس. هتبصوا تلاقوا الزغاليل باين عليها وحجمها ممتاز واكتر من ممتاز كمان. الخل يا جماعه بيعمل الموضوع ده، بيسهل عمليه الهضم وبيساعد الجهاز الهضمي ان هو يشتغل بشكل كويس، فبالتالي بيخلي جسم الطير يستفاد بالاكل اللي بياكله ويحوله للحم. كمان بيستفاد من الفيتامينات والمعادن، زي ما ناس برضو بتقول بنحط فيتامينات وبنحط معادن وبنحط كل حاجه ومش باين على الحمام. ده ليه يا جماعه؟ لان الجهاز الهضمي فيه مشكله.
قلت لكم ان اهم جهاز في جسم الطير هو الجهاز الهضمي. لو الجهاز الهضمي فيه اي مشكله يبقى جسم الطيور مش هيستفاد باي فيتامينات او معادن او حتى الاكل اللي داخله. تمام كده. دي برده فايده للخل كبيره جدا، وبجد بجد تعتبر من اهم الفوائد اللي موجوده في الخل. الناس اللي بتشتكي ان عندها الزغاليل بتموت بعد 3 او 4 ايام من عمرها، هندي للاهالي الخل قبل الفأس بحوالي 3 ايام علشان طبعا يطهر الحصاله ويطهر الامعاء عند الاهالي. فبالتالي لما الاهالي هتاكل الزغاليل اللبا هيبقى اللبا نظيف ما فيهوش اي بكتيريا ضاره للزغاليل او فطريات او طفيليات او اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى سبب في موت الزغاليل الصغيره. كمان بيقي الحمام من الكانكر ومن تعفن الحصاله ومن السالمونيلا والكوكسيدا والكوليستريديا واغلب الامراض المعويه اللي بتيجي للحمام. بيشتغل مطهر معوي ومضاد سموم بشكل قوي جدا، خصوصا لو ضفنا عليه العسل الاسود بيبقى مضاد سموم من الدرجه الاولى طبيعي جدا، ومنشط كمان للكبد. بنستخدمه في تعقيم وتطهير المسائي والاكلات والعشور. كمان بنستخدمه في استحمام الحمام، بيرطب جسم الحمام بشكل كويس جدا خصوصا في فصل الشتاء، وبيطرد اي حشرات. وبنستخدمه في الحر الشديد لما بنسقي للحمام، لانه بيعمل زي سيوله للحمام وبينشط الدوره الدمويه، فبيمنع التجلطات طبعا والسكتات الدماغيه والموت المفاجئ عند الحمام. نيجي بقى للجرعه بتاعته او بنحطه قد ايه للحمام. بنحط طبعا انا قايل لكم ان التركيز 5%. 5% يا جماعه يبقى هنحط 20 سنتي على لتر الميه. 20 سنتي لو التركيز 5%، لو التركيز 10% يبقى هنحط 10 سنتي وهكذا. خلي بالكم اهم حاجه تشوفوا تركيز الخل قد ايه. تمام كده. انا هنا حاطه لتر ونص، هحط طبعا 30 سنتي للحمام. اهم حاجه تاني يوم من اليوم اللي بتحطوا فيه خل تحطوا خميره بيره للحمام بالشكل طبعا اللي احنا قلنا عليه قبل كده واتكلمنا عن الخميره البيره كلام كتير.